يعني هي ما عندهاش مشكلة تبيعهم في يوم وليلة، لكن تريد أن تحصل على أكبر قدر من المفاوضات سواء في الملف النووي أو سواء في الحصار الخانق الاقتصادي. عندك خزان صافر يا سيدتي يقبع في ميناء الحديدة، وهذا الخزان لو حصل ممكن ينفجر في أي لحظة من الآن، ستعد أكبر كارثة بيئية في العالم، ولا أحد يستطيع أن يتحدث مع هذه الميليشيا الإسرائيلية. خليني أقول هذا الخزان تم الحديث عنه إعلاميا وتسليط الضوء على هذه المشكلة لفترة وبعدين خفتت، لا أحد يعلم الآن ماذا وصلت الحالة حتى هذه اللحظة بالضبط، رغم نطرح على مجلس الأمن ونطرح على الاتحاد الأوروبي وأمريكا. يعني أنت لاحظت هو بيهدد البيئة، يعني ما سوف يحدث بيهدد البيئة، طبعا البيئة المحيطة أكبر كمان. كارثة بيئية في العالم. يعني أنت أستاذة إعلامية قديرة تفهمين اللغة، هل لاحظت من يوم ما طلع بايدن اللغة الاسترجاع لطهران؟ يعني اللغة، يعني نحن كيمنيين من يوم ما طلع قال أولا اليمن أولا، يعني لكن كلام 43 تصريح لإدارة بايدن عن اليمن، وكل ما حصل أنه الآن يتم بهذا الأثناء وأنا معك في اللقاء إرسال صواريخ باليستية لمحافظة يتواجد بها 4 مليون النازحين في محافظة مأرب بمختلف أنواع الأسلحة، من صواريخ باليستية وهذه المحافظة بيستهدف المدنيين. يعني طبعا ليه؟ شوفي الحوثي ما عندوش فكر دولة ولا فكر سياسة، صح هو أحد الأذرع الإيرانية بس يعتبر أغبى الأذرع، يعني اقتل اقتل أكبر قدر تقتل، لأن التصعيد الدولي مش هيتم إلا على أكبر جثث، فما عندوش مشكلة. يعني الصيف اللي فات حسب مصادرهم تم تجنيد ما يقارب حدود 300,000 طفل بيدخلوا مراكز صيفية، 300,000 طفل، هذه تعالي اقرأي الملازم أنا هبعث لك جزء منها، الملازم هذه كله الموت لأمريكا الموت لإسرائيل، الأفكار دي يعني كلها حقد على الدول العربية وكل ما يؤمنش بالله والقرآن. طيب هذول الآن كلهم مهربين من العملية التعليمية، ما فيش مدارس، 2500 مدرسة حولت سجون وحولت مراكز تدريب، 600 حاجة مستشفى. حياة اليمن جحيم بمعنى كلمة جحيم على الأرض، أعظم كارثة إنسانية. بس المشكلة إحنا ما كناش شطار نقدر نسلط إعلاميا على ما يدور وما يحصل في اليمن. النساء الحرائر في اليمن معتقلات، أنشأوا لنا جيش اسمه الزينبيات والزينبيات والآخر، ده جيش نسائي؟ دخلوا في الأمن القومي، دخلوا في الاستخبارات ويبعثوا أجزاء لبعض القيادات، وكذلك ترغيب للأطفال بالانضمام ومنع أي مظاهرات نسائية. يعني أشياء غريبة نحن طيب